رجعنا لحضراتكم مشاهدينا من جديد، بنرحب بيكم وان شاء الله صباح جميل على حضراتكم باذن الله. طبعا الى حد ما شايفين في اعتدال في الطقس، ولكن يمكن من يومين كان في يوم ممطر، يوم الاثنين الماضي كان يوم ممطر وفي عدد من العواصف الترابيه في جميع انحاء الجمهوريه تقريبا. النهارده عايزين نطمن اكتر على حاله الطقس. معانا على الهاتف دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور احمد. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. طمنا دكتور بدايه كده على حاله الطقس النهارده وخلال ال 48 ساعه القادمين ان شاء الله. احنا عندنا النهارده ارتفاع في درجات الحراره ما بين من 3 ل 4 درجات على كافه الانحاء، لا توجد ظواهر غير الشبور المائيه في الصباح. غدا ان شاء الله ارتفاع اخر في درجات الحراره. نعم. ولكن هيبدا نشاط للرياح على اقصى الساحل الشمالي الغربي ناحيه سلوم سيدي براني مرسى مطروح قد تصل الاسكندريه مع فرص سقوط امطار. من يوم الجمعه تزداد انخفاض في الحراره، يعني بعد ما توصل على القاهره 28 ثاني يوم تبقى 23 مع نشاط للرياح على كافه انحاء الجمهوريه. الكلام ده يوم الجمعه، نشاط للرياح على كافه الانحاء بيصل لحد العاصفه في بعض الاوقات مع فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه والوجه البحري ووصل الى القاهره. تمام. لو اتكلمنا عن سقوط الامطار حاليا يا دكتور، درجه يعني او فرصه سقوط الامطار وكمان حركه الملاحه في البحر الاحمر النهارده مفيش اي فرص سقوط الامطار والملاحه جيده في البحرين. درجه الحراره يا دكتور المتوقعه ان شاء الله بالنسبه للمحافظات خلال النهارده وغدا ان شاء الله؟ النهارده الساحل الشماليه بتتراوح ما بين 21 22، الوجه البحري والقاهره 24 25، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه حتى شمال الصعيد 25 26، اخيرا جنوب الصعيد 26 27. يعني نقدر نقول الجو معتدل معانا ان شاء الله حتى نهايه الويك اند، يعني جمعه وسبت الجو هيبقى كويسين يا دكتور؟ لا الجمعه انا قلت لحضرتك هيبقى في حاله من عدم الاستقرار. حاله من عدم استقرار الجويه يعني. طيب السبت ان شاء الله من خلال اول يوم السبت ممكن طبعا في تحسن هيستمر طبعا لحد من الاستقرار، هيبقى اكيد جمعه وسبت. تمام. بشكر حضرتك جدا استاذ الدكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه اللي طمنا بشكل مفصل عن حاله الطقس النهارده وخلال ان شاء الله يوم الجمعه اللي قادم.